أستاذ، يعني ما زالت ردود الأفعال والمواقف يعني متتالية حول المواعيد التي قدمها رئيس المجلس الوطني التأسيسي الخاصة بموعد إنهاء الدستور نعم وكذلك الانتخابات، يعني نعم هذه الرزنامة ومدى احترامها أو القدرة على احترامها. ومدى طبيعتها القانونية. أولا هي رزنامة لم تتخذ أي شكل باستثناء المشاورات التي وقعت داخل المجلس الوطني التأسيسي. ماذا تعني تحديد رزنامة بدون أن تكون لهذه الرزنامة أو لهذه المواعيد أن يكون لها أساس قانوني؟ لماذا لم يتم تعديل القانون التأسيسي المنظم للسلطة العمومية ويتم إدراج مواعيد واضحة حتى يكون هناك التزام قانوني؟ أما الحديث عن مواعيد تلو المواعيد وجلسات عامة متتالية لتحديد مواعيد قد تحترم وقد لا تحترم، فضلا عن أنه لا قيمة قانونية لها، أعتقد أنه من الأفضل مقاربة هذا الموضوع مقاربة أكثر دقة وإعطاؤها سندا قانونيا صحيحا حتى يكون الالتزام التزاما قانونيا لا مجرد حديث عن مواعيد دون سند قانوني لها. نعم، يعني السند القانوني هنا ربما نتحدث عن الرجوع للمجلس الوطني التأسيسي، كذلك نتحدث عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يعني كل هذا هل كان متوفرا؟ ونعلم أنه إلى حد هذه اللحظات ربما هناك ردود مختلفة من أعضاء في المجلس الوطني التأسيسي حول عدم الرجوع إليهم في تقديم مثل هذه نعم المواعيد. هذه المشكل داخل المجلس الوطني التأسيسي، لكن كيف سيتم تحديد الرزنامة؟ الدستور، نحن اليوم في تقريبا في منتصف شهر مارس، الدستور ما زال في طور مسودة المشروع، كيف ستتم مناقشته في قراءة أولى ثم في قراءة ثانية؟ وهل سيتم اللجوء إلى الاستفتاء في صورة عدم حصول أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس بمناسبة القراءة الثانية؟ إذا لم تحصل هذه الأغلبية سيتم اللجوء إلى الاستفتاء، فكيف سينظم الاستفتاء؟ ثم القانون الانتخابي الذي سيتم بناء عليه تنظيم الانتخابات، هذا القانون لم يصل بعد حتى إلى مرحلة المشروع. الهيئة المستقلة للانتخابات لا يمكن أن تتدخل إلا بعد أن يتم وضع وإقرار كل هذه النصوص. يمكن أن تقترح الهيئة الرزنامة أو المواعيد الانتخابية، ولكن السلطة المعنية هي التي ستتولى تحديدها بناء على الاقتراح الذي ستتقدم به الهيئة المستقلة للانتخابات. كل هذا يعني ما زال لم يصل بعد إلى مرحلة المشروع. في بعض الأحيان هو الدستور نعم. نفسه ما زال لم يصل إلى مرحلة المشروع، وهناك عديد القضايا التي لا تزال عالقة خاصة داخل لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقات بينهما، ولم يتم حسم هذه القضايا لا داخل الجلسة العامة حينما أعيد نقاش المسائل التي نوقشت داخلها ثم أعيدت إلى اللجنة المعنية ولم يتم الحسم فيها، فكيف سيتم وضع الدستور يعني في هذا الظرف يعني الوجيز؟ أمام أستاذ، أمام كل هذه المعطيات يعني وما يتم تقديمه من ملاحظات حول ما يعني تقديم هذه الرزنامة نعم ومدى الالتزام بها، نعم يعني كيف يمكن أن ننظر اليوم إلى سير الدستور، إلى موعد الانتخابات؟ الأكيد أن التونسيين وكذلك رأينا أن كذلك تطلعات يعني من الخارج سواء المستثمرين أو غيرهم ينظرون إلى موعد الانتخابات باعتباره يعني علامة إيجابية لاستقرار البلاد والمرور من هذه الفترة إلى فترة نعم ربما أكثر هي استقرار. القضية ليست قضية دستورية أو فنية، يعني هكذا تبدو للملاحظ من أول وهلة وكأن المسألة مسألة دستور وسياسة نص قانوني. القضية هي قضية سياسية بامتياز، هناك صراع سياسي غطاؤه أو رداؤه قانوني، ولكن ما لم يحسم الصراع السياسي داخل المجلس الوطني التأسيسي لم تحسم المسائل. يعني كل القضية هي قضية سلطة وليست قضية نص دستوري. لو خلصت النوايا بالفعل وتوفرت الإرادة من قبل كل الأطراف لتم وضع هذه النصوص في أقرب الأجال، ولكن هناك صراع سياسي.